أنت لما تقرأ الكتاب أنت تحصل على مجموعة من الأفكار. لذلك دائما نذكر إحنا كلمة لعباس محمود العقاد عندما سئل مرة لماذا تقرأ كثيرا، فقال لأن حياة واحدة لا تكفيني. مرحبا بكم في علياء الثقافة وقمم المعرفة، نرحب بعقولكم ونفتح لها الكون واسعا في برنامج الكتاب فكرة وموسمه الثالث، حيث نرصد الأفكار ونمد الجسور بين الحروف والكلمات والمعرفة الإنسانية الخالدة. الكتاب فكرة، دعوة لإحياء كلمة اقرأ بمعانيها الشاهقة الرافعة. الكتاب فكرة، دعوة للتحرر من حصون التخلف الثقافي وقلاع الانحطاط الحضاري من الفردوس المستعار إلى الحياة الطيبة وفردوسها المستعد. احنا حاليا في فردوس. نعم، هناك عصر فردوس إذاعي هنا وهنا. انت قاعد تشوفها مثلي. الكتاب فكرة، لأن حياة واحدة لا تكفينا. الكتاب فكرة، برنامج أسبوعي يتهادى إلى أذهانكم مساء كل اثنين من الخامسة وحتى السادسة والنصف. البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن السعاتي، وإخراج أمين إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من الموسم الثالث والكتاب فكرة، حيث نتحاور في قيام المجتمع بعد انهياره. في حلقة اليوم نواصل سلسلتنا حول كتاب صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع، من تأليف محمد علي فرح ومن نشر مركز نماء للبحوث والدراسات. في الحلقة الثانية من سلسلة صناعة الواقع نناقش هذه التساؤلات. على المستوى السياسي، تمكن هتلر من تطويع الشعب الألماني من خلال استغلال مبادئ سيكولوجية الجماهير لغوستاف لوبون. فما أهم تطبيقات تطويع الجماهير والتأثير عليها المتبعة من قبل علوم التسويق الحديثة والإعلانات التجارية؟ كيف تمكن إدوارد بيرنز أحد مؤسسي علم العلاقات العامة من إقناع النساء الأمريكيات بشرب السجائر؟ ما السر وراء استخدام غالب الشركات العملاقة للشخصيات المشهورة في تسويق منتجاتها؟ كيف تقوم مؤسسات النشر ووكالات الأخبار بصناعة الإجماع لدى قطاعات واسعة من الجماهير؟ وكيف تم التلاعب بأخلاق الجماهير من خلال عملية التكيف مع المجتمع؟ كل هذا وأكثر تجدونه في حلقة اليوم في الكتاب فكرة، ويسعدنا استقبال مشاركاتكم عبر صفحة الفيسبوك الكتاب فكرة، ويسرنا كذلك متابعتكم لنا في قناة اليوتيوب الكتاب فكرة، والاتصال على هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8. نلقاكم بعد هذا الفاصل. الكتاب فكرة، الكتاب فكرة، لأن حياة واحدة لا تكفينا. الكتاب فكرة، لأن الكتاب صديق لا يخون. الكتاب فكرة، لأننا حينما ننهي كتابا نكون شخص آخر بعده.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الكتاب فكرة، ولازلنا حول موضوعنا المثير نتناقش صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع. أستاذ صالح، أسعد الله مساءك. مساء الخير أستاذ حسن، ومساء الخير لجميع الأخوة المستمعين فوق كل أرض وتحت كل سماء. نرحب بهم في هذه الحلقة، وهي من ضمن سلسلة صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع. وصلنا اليوم إلى الحلقة رقم 2. أتمنى أن تكون هذه الحلقة فيها نقلة نوعية لعقول المستمعين وللأفكار وحتى في الإطار المعرفي إن شاء الله. اليوم أوصل تحية من أحد المستمعين الأعزاء، وهو يعني أيضا ربما فاتته بعض النقاط في الحلقة الماضية، وكما نفعل في كل سلسلة نستعرض ما ناقشناه في الحلقة السابقة. فما الذي تناولناه في الحلقة الأولى من السلسلة، سلسلة صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع، في الأسبوع الماضي بالنسبة لأهم الأفكار؟ نعم، في بداية كما تعودنا أن نلخص أهم البنود والنقاط التي تكلمنا فيها في الحلقة الماضية. تكلمنا عن أن الواقع أشكال، منه ما نعيشه ومنه ما يتم صناعته من خلال الآلة الإعلامية، وتحدثنا عن إسقاطات نظرية كهف أفلاطون. ولعلي أنا أخذت مثال، قلت مثل الأشخاص اللي قاعدين في سينما ومنعزلين تماما عن العالم ويجلسون في المقعد الأمامي، فهذا يعني أنهم لن يعرفوا شيء عن العالم إلا من خلال ما يعرض عليهم في انعكاس آلة التصوير الموجودة في داخل السينما. ولعل موضوع الكتاب يتكلم أكثر عن العقل وكيف يتم التلاعب بالعقل، خصوصا أن الدماغ هو أداة الوعي، فالتلاعب بالوعي لابد أن يتم من خلال التلاعب بالأفكار والتلاعب بالعقل. ثم تحدثنا عن بعض أهم آليات السيطرة على الجماهير وصناعة واقعها، وكنا لابد أن نمر على جوستاف لوبون وكتاب سيكولوجية الجماهير، وهذا الكتاب احنا عرضناه في سلسلة 3 حلقات سابقة لمن يريد أن يستزيد ويأخذ معلومات عن المؤلف جوستاف لوبون كفيلسوف ومفكر فرنسي، والكتاب تحديدا، ويعتبر من أهم الكتب. والكتاب هذا له إسقاطات كثيرة على أرض الواقع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن إسقاطات على مجال السياسي، وكيف استطاع هتلر أن يقود الشعب الألماني ككل، وهو يعتبر من أكثر الشعوب الأوروبية تعلما وثقافة، ومع ذلك استطاع أن يسيرهم باتجاه المحرقة النازية، سواء التي حرق فيها اليهود أو التي حرق فيها الشعب الألماني فيما بعد، وتسببت الحرب العالمية الثانية في مقتل وإزهاق أكثر من 70 مليون روح إنسانية. ثم تكلمنا عن مررنا مرور سريع عن جوبلز، وهو وزير الدعاية النازي. ولمن يريد أن يستزيد في الحقيقة، نتمنى العودة إلى الكتاب، لأني لم أتكلم في كل تفاصيل الآليات التي تبعها جوبلز أو الآليات التي تبعها هتلر في تطويع الشعب الألماني. فكانت هذه على مستوى كملخص سريع للحلقة. وأريد أيضا مرة أخرى أن أشكر المهندس أحمد جمجوم الذي لخص لنا الكتاب وساعدنا حتى في تلخيصه. هو كتاب من يعني كبير تقريبا، يعني إذا اعتبرنا 350 كبير، ممكن مع أنه هو يعني صغير أو متوسط الحجم، 350 صفحة. وكذلك أيضا أريد أن أشكر كل من يساهم في نشر مادة الحلقات الكتاب فكرة، أخص بالذكر الأستاذ محمد اليتامى من دولة الكويت، والدكتور محمد غالب في أستراليا، لهم مجهودات كبيرة جدا في نشر حلقات الكتاب، سواء على قناتنا في اليوتيوب أو من خلال مجموعة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأسسوا حتى صفحات للبرنامج. الآن احنا تجاوزنا تقريبا 100 حلقة في الموسم الأول والثاني والثالث، واحنا في الشهر الأخير من الموسم الثالث إن شاء الله. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الجماهير الموجودة في الساحات، وكيف أنها يعني هي المستهدفة من يعني من حديثنا في الحلقة الماضية من خلال الإعلان وطريقة تفعيله في العقول. هل من استخدامات أخرى يعني أكثر شمولية لحياة الإنسان عموما؟ في الحلقة الماضية كنا تحدثنا تحديدا عن سيكولوجية الجماهير وعن التأثير عن الجماهير غير المنظمة،
الجماهير في الساحات في المسيرات المختلفة، وذكرنا أن حتى جماهير كرة القدم تعتبر جزء من الجمهور النفسي الذي تحدث عنه غوستاف لوبون. هذا على مستوى ما سماه صاحب الكتاب الجمهور المنظم، أو عفوا الجمهور غير المنظم، اللي هو في حالات معينة يخرج، وإذا حقق الأهداف المرجوة خلاص انتهى دور هذا الجمهور، تفرق. زوبعة هي. نعم زوبعة، لكن هذه الزوبعة يمكن أن تسقط أمم وحضارات وتقيم حضارات أخرى. الآن المسألة الأكثر عمقا والأكثر تأثيرا هي الحديث عن التأثير في الجماهير المنظمة، الجماهير المنظمة التي تبقى فترة أطول، وهي الجماهير، أو عفوا ممكن نسميها الجماهير الدائمة. ولا بد أن نتحدث تحديدا عن إحدى الشخصيات، أيضا الشخصيات المؤثرة التي بنت الكثير من العلوم والفنون التي قامت بعملها على أطروحات غوستاف لوبون، وكذلك على أطروحات فرويد، وهو إدوارد برنيز. وإدوارد برنيز يعتبر مؤسس علم العلاقات العامة، ويمكن أنا ذكرت المعلومة، لكن العلاقات العامة كانت تسمى سابقا البروباغاندا. فمصطلح البروباغاندا الذي يتميز الآن هو الدعاية السوداء، وهو مصطلح سلبي، هو كان أصلا مسمى علم العلاقات العامة، ولكن لأن المصطلح صار له مدلولات سلبية تم تغييره إلى مصطلح العلاقات العامة. نعم، فإدوارد برنيز هو يعتبر أحد مؤسسي علم العلاقات العامة، واعتمد على دراسات لوبون من خلال أيضا أفكار موجودة لدى فرويد. وبالمناسبة فرويد يعتبر خال برنيز، وخاله فعلا، يعني في بينهم صلة قرابة. ولذلك في كتاب خذناه في حلقات سابقة، وهو تاريخ الجنسانية لميشيل فوكو، تحدثنا عن فرويد وكيف استطاع أن يغير، أو كان هو نقطة في منحنى الثورة الجنسية التي حدثت في القرن العشرين. ومن سوق لإطروحات فرويد أصلا هو برنيز، ابن أخت سيغموند فرويد. فمن أهم الآراء التي يطرحها إدوارد برنيز، يقول إذا استطعنا فهم الآلية التي تحرك الجماهير، فإنه من الممكن لنا أن نسيطر على سلوك هذه الجماهير دون أن تعرف الجماهير بذلك. فكانت هذه الفكرة الموجودة لديه. مرة أخرى، إذا استطعنا فهم الآلية التي تحرك الجماهير، طيب هذه الآلية من وين أخذناها؟ من غوستاف لوبون في سيكولوجية الجماهير. عظمة غوستاف لوبون هو في فهمه واستطاعته أن يشرح الآليات التي تتحرك وفقها الجماهير، وكيف يقوم المحرضون بتحريك الجماهير من خلال التكرار والتوكيد وانتشار عدوى الأفكار. فإدوارد برنيز عرف قيمة وقدر غوستاف لوبون، وكذلك فرويد في الكثير من أطروحات فرويد استمدها وأخذها وعلق على أطروحات غوستاف لوبون أصلا. فهذه هي شوف واحدة من أهم الآراء اللي تبين لنا اتجاه برنيز فيما بعد في العلاقات العامة، وكيف يعني خلينا نقول إحنا استخدم الآليات استخدامات غير أخلاقية بتاتا. أنا أتذكر الآن يعني الدمية التي هي مربوطة بخيوط. نعم. ولا تعلم من يحركها. أيوة، يعني شوف الجملة. إذا استطعنا فهم الآليات التي تحرك الجماهير، فإنه من الممكن أن نسيطر على سلوك هذه الجماهير دون حتى أن تعرف بذلك. إحنا بعدين بنتكلم عن آليات عمل الإعلانات التجارية، وكيف تقود جمهور المستهلكين باتجاه شراء باتجاه شراء ما لا يحتاجونه أصلا، ما يحتاجونه لكن يتجهون إلى شراء والحصول على هذه الأمور. دعنا نقول أن إذا فرقنا بين أطروحات فرويد وغوستاف لوبون، فنجد أن في الحين الذي درس فيه لوبون الجماهير المؤقتة التي تجتمع عادة في الثورات لسبب أو آخر، أو أحيانا بسبب التحريض، فإن فرويد درس الجماهير الدائمة. عفوا قبل شوية كنت أقول منتظمة وغير منتظمة، لا، هي الجماهير المؤقتة والجماهير الدائمة. الجماهير المؤقتة اللي تكلم عنها غوستاف لوبون، والآن الجماهير الدائمة هي الجماهير التي تحدث عنها فرويد، والتي أيضا يتحدث عنها الآن إدوارد برنيز. فإن فرويد درس الجماهير الدائمة، يعني من هم الجماهير الدائمة؟ هم عموم المجتمع،
كل شخص في المجتمع يعتبر جمهور، جمهور دائم، ليس هناك يعني شريحة يعني الدعايات التجارية. عفوا إذا أسقطنا الدعايات التجارية قبل أن ندخل في تفاصيل آليات عمل دعايات الإعلانات التجارية، تخاطب من؟ تخاطب الجميع بدون استثناء، تخاطب كل من في البيت يعني. الصغير والكبير، المرأة والرجل، كل شرائح، كل حتى المهن المختلفة تخاطب من خلال الإعلانات التجارية. وسنرى كيف آلية عمل الإعلانات التجارية في هذه الحلقة والحلقة القادمة تحديدا. طيب فعموما فرويد عمل على الجماهير الدائمة، يعني المجتمعات الإنسانية ككل، باعتبارها دائمة وثابتة وتتجسد في مؤسسات اجتماعية. بمعنى آخر أن برنيز استفاد من أطروحات غوستاف لوبون في الجماهير المؤقتة، واستفاد من أطروحات خاله في الجماهير الدائمة. طيب يعني أود أن أستوضح يعني في البداية مصطلح العقل الجمعي للجماهير، ماذا يعني هذا المصطلح، وماذا عن تطبيقات التأثير في هذا العقل الجمعي للجماهير في الحياة العادية كما يراها برنيز؟ عندما نتحدث عن العقل الجمعي نحن نتحدث عن الجمهور النفسي، وهذه الفكرة اللي طرحها غوستاف لوبون في كتابه، تكلم عن هناك جمهور نفسي، هذا الجمهور يتحول إلى شيء مركب جديد مختلف تماما عن الأفراد. يعني لما يكون في جمهور كرة قدم للتشبيه، جمهور كرة قدم طالع ومتأثر بالمباراة ويتحرك، فهذا يتحرك الآن مو وفق منظومة الأفراد، كل فرد يفكر بطريقة مستقلة، لا 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 لا، المجموعة الأفراد هذه الآن أصبحت مركب جديد هو الجمهور، كموج البحر المكون من قطرات. اعتبره نعم، إحنا صحيح يعني ما الآن تقدر تقول البحر هو قطرات ماء، ماشي هذا في التركيب، لكن البحر شيء وقطرة الماء شيء آخر. الـ H2O، واحد يقول لي الماء هو الأكسجين، لا لا أبدا. طيب الماء هو الهيدروجين، لا أبدا بعد. الماء هو مركب من الأكسجين والهيدروجين، فالجمهور هو مركب من مجموعة كبيرة من الأفراد، فالجمهور شيء والأفراد شيء آخر مختلف تماما. هذه ناقشناها بنوع من التفصيل في الحلقة الماضية وفي حلقة سيكولوجية الجمع. عموما فالعقل الجمعي يرتبط بالجمهور النفسي، وبما أننا تحدثنا عن الجمهور النفسي ذكرنا خلينا نقول نقطتين مهمتين. الأولى أن الجمهور لا يقبل المحاجات العقلية المعقدة، والأمر الثاني أن عاطفته مضاعفة، قوة العاطفة لديها مضاعفة وعاطفة قوية جدا. طيب فالعقل الجمعي إذن باختصار شديد لا يمكن أن تخاطب الجماهير العقل الجمعي خطاب عقلاني معقد، لا تقبل منك الخطاب العقلاني المعقد أبدا، تعطيهم كلمتين شعارين يمشون عليه، تدخل في التفاصيل تتركك الجماهير، بل ممكن تاكلك حتى. والعاطفة لديها عاطفة مشحونة بشكل كبير جدا، وهذه النقطة استفاد منها برنيز في خطابة الإعلامي في الدعايات التجارية وفي العلاقات العامة. هو ما الذي يخاطبه؟ يخاطب فينا العاطفة. الإعلانات هات لإعلان تجاري يخاطب فينا العقل. لن تجد حتى الإعلانات التجارية اللي تحط لك طبيب وتقول لك الطبيب يوصي وما نعرف شنو، كلام لا يغني ولا يسمن من جوعه، بس حاب يعطيك تأثير، يعني شكل انه في دكتور والله قاعد يشرح لنا، انا الخبير يتكلم حتى تتأثر اكثر، جوجل ما تحصل اصلا. ايه هذا اذا كان نعم. فهذه الاسس في العقل الجمعي والجمهور النفسي التي قامت عليها حتى خطاب علم سيكولوجية الجماهير، علم نفس الجماهير، وقامت عليها الإعلانات التجارية والدعاية والتسويق إلى من فروع مختلفة في علم التسويق تحديدا. طيب أستاذ فالح، يعني أنت ذكرت الآن مجموعة معينة من الجماهير، جماهير كرة القدم، يعني جماهير تشجع مثلا منتخب معين، جماهير لمناسبة معينة خوطبت بخطاب معين ويعني تصرفت أو كانت ردة فعلها يعني واضحة. طيب جمهور عادي جدا، يعني ليس مرتبطا بمناسبة، ليس مرتبطا بفعالية، هل من الممكن أن نسيطر عليه من خلال إعلان تجاري؟ بدأت خلنا نفرق إحنا الجمهور اللي تكلم عنه غوستاف لوبون، شيء جماهير هذه مؤقتة، هذا شيء مختلف تماما، وهذه تقوم لغاية محددة، خروج كجمهور كرة القدم، كالجماهير المسيرات اللي تخرج أحيانا في المظاهرات ذات طابع سياسي، هذه فيها نوع من التوجيه، والمحرضون
هم من يحركونها ذات اليمين وذات الشمال. هذا الجمهور المنظم. هذا الجمهور المنظم، لكن احنا نتكلم عن المؤقت، هذا الخاص بالتحركات، سواء جمهور كرة قدم بعد مباراة كرة قدم، ما بيقعدون لك على طول، يمكن الأوضاع التحركات السياسية تختلف قليلا، هذا شيء. أما الناس اللي ملتمين على مخبز أو ينتظرون حافلة مواصلات، لا يعد جمهور نفسي كما أشار إليه غوستاف لوبون. أنت الآن لما تسألني عن كيف تؤثر الدعايات التجارية، الإعلانات التجارية هي موضوع الحين قاعد أتكلم فيه، يعني يحتاج إلى نوع من الشرح. والتأثير ليس مثل تأثير الجماهير المؤقتة، تأثير مختلف. التأثير في عملية تكرار، نعم، في عملية توكيد، نعم، في عملية انتشار للعدوى من خلال. وأنا دائما أقول ليش أحيانا أنت قاعد على فيلم في إحدى القنوات يخرج لك الفاصل الإعلاني يقدم لك نفس الدعاية، نفسه بالضبط، نفسه، بين كل دعاية ودعاية يحط لك دعاية المشروب الغازي مثلا، بين كل دعاية ودعاية يحط لك دعاية السيارة، السيارة الفلانية، نفس النوعية، نفس الشركة. ليش هو قاعد يقوم يتلاعب على مسألة التكرار؟ وبعدين التوكيد كيف؟ يقدم لك مشروب الغازي، تجد عندهم أكثر من دعاية، نفس المشروب الغازي الأسود، الكولا، بدون ما أدخل في نوع الكولا هذه، تجد أكثر من دعاية على الكولا هذه بأكثر من شكل. هاي قاعد يسوي، قاعد يسوي تكرار وتوكيد. التوكيد تطرح الفكرة بأكثر من شكل مختلف. أتوقع اللي يسمعون الحين في السيارات يعني بيروحون لهم أقرب بقالة، يعني أقرب بقالة يعني بيشترون عشان في الحياة. تلاحظ الحين لما أقول لك أنا مشروب رمضان، أتحدى إذا ما طلع في بالهم ذاك المشروب حيخلصوه. نعم أتحدى، يعني خلاص، يعني المسألة صارت الحين عندنا نوع البرمجة. ترى هذا عملية برمجة الحين، إنه يخطر في ذهنك وأنت تتكلم عن، إحنا كم الحين قاعد نخاطب اللي يسمعنا الحين، نتكلم عن آلاف، قد يكون آلاف اللي يستمعون، كلهم توردت لهم نفس الفكرة. يعني نقول شعار مثلاً، يعني عندما تكون حلاوة اللقاء موجودة بين ال، أيوة، بين الجمهور وبين العائلة، يعني خلاص وصلت الفكرة. نعم خلاص، في عملية نوع من إعادة البرمجة، التكرار، التوكيد اللي تقوم في الإعلانات التجارية. طبعا خذ مثلا، انت مش انت وانت قعان، طيب خلاص الحين ما احتاج، احسن ما احتاج تعطي الاسم، هي معروفه انت وين رايح. هذه اللي تستخدمها جميع الشركات، جميع الشركات، ما نستثني شركه. هناك لابد شعار معين يعني يثبت في عقليه الزبون. نعم، هذه اللعبه، شوف الفن. فهم يتعاملون بشكل علمي ممنهج. احنا اليوم قاعدين نفك في هذه الحلقات، هذه السلسله، قاعد نفك العمليه الاليه، الميكانيزم هذه اللي ماشيه، الاليه اللي يتم العمل فيها واللي تخلق عندك العملاء والمستهلكين المقبلين على شراء المنتج. وانا ذكرت ان احد مطاعم الوجبات السريعه سنويا ينفقون اكثر من 350 مليون دولار في الدعايات، بس في الدعايات، بس في الدعايات، بتصور معي انت، مو في رواتب، لا في الدعايات 350 مليون. نعم، العمليه علميه، قاعدة تقول لك، خذ أي كتاب تسويق يعطيك القاعدة، كل ما زادت الإعلانات زادت المبيعات، على قطردية، زيد الإعلانات بزيد عندك المبيعات، عاد كم بزيد هاي قصة ثانية. نرجع لموضوعنا، إذا تكلمنا عن تطبيقات عملية، فالنظريات اللي وضعها برنيز والتي قام فيها اصلا على علوم وعلى افكار مجموعه من الفلاسفه مثل غوستاف لوبون، ثم خاله في لما تكلم عن العقل الظاهر، العقل الظاهر والعقل الباطن، انا دائما اقول هي من بنات افكار فرويد، فكره جميله لا شك، وقربت لنا الكثير من الفهم وحسنت عندنا حتى فهمنا للانسان، عقل الظاهر والعقل الباطن، ترى فرويد اللي ينادى فيها. لذلك في جوانب من نظريات فرويد، نعم، رائعة جدا وجميلة ومن أحسن ما يكون، في أشياء ثانية غير مقبولة أصلا، يعني وحتى الآن أصبحت يعني خلينا نقول أكل عليها الزمان وشرب، وفيها تغييرات كثيرة، وجاء اللي بعد في المدرسة السلوكية غيروا في تغييرات كبيرة. عموما فإحنا نتكلم الآن عن شكل علمي، كيف يتم التحكم بالجماهير من خلال الخطاب العاطفي، من خلال التكرار، من خلال التوكيد. برنيز نفسه في تجد الآن الكثير من المقاطع يتكلم عن كيف غير في النمط الثقافي الاستهلاكي في بعض الشعوب والأمم. على سبيل المثال احنا حطيناها في المحاور، كيف انتشر التدخين بين النساء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الآن بكلام اللي بقوله، ترى في مقطع مسجل برنيز نفسه يشرح كيف
ساهم في تحول النساء في الولايات المتحدة الأمريكية من فكرة أن التدخين عيب إلى فكرة قبول التدخين عند النساء. غير نمط استهلاكي تام، غير نمط ثقافي تام من خلال فترة بسيطة جدا. هاي تعطيك شوف تطبيق عملي حي كيف تستطيع الإعلانات التجارية من خلال الحنكة، حنكة المسوق، أنه يغير لك نمط ثقافي في أمة بالكامل. فهذه موجودة، أتمنى البحث عنها في اليوتيوب، برنيز أتكلم عنها. عموما جورج هيل وهو مدير مؤسسة التبغ الأمريكية اشتكى لبرنيز أن تدخين المرأة لم يكن مقبولا في المجتمع الأمريكي، غير مقبول. وهو الرجل يبحث عن المكسب، فيقول لك احنا عندنا نص الجمهور، نصف الجمهور غير مدخن، نصف المجتمع غير مدخن. نتيجة طبعا شنو؟ نتيجة النعيب في الثقافة الأمريكان، عيب أن المرأة تدخن. الله. طيب كيف، ما الذي فعله برنيز تحديدا حتى يستطيع أن يغير في النمط الاستهلاكي ويغير من القيم؟ نتكلم فيه بس بعد هالفاصل. ايش رايك؟ اقتراح جميل. اهلا بكم مستمعينا الكرام في الكتاب فكرة. سالفالح جورج هيل مدير مؤسسة التبغ الأمريكية اشتكى لبرنيز أن تدخين المرأة في أمريكا لم يكن مقبولا اجتماعيا في ذلك الوقت. نحن نتحدث عن أي عام بالضبط، وما الذي حدث بعد ذلك من برنيز جعل النساء يدخن؟ هنتكلم عن أواسط القرن العشرين تحديدا، ما أتكلم عن فترة قديمة. وكان ذلك الموسم هو موسم القريب من الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة الأمريكية. فبرنيز يشرح هو القصة في اليوتيوب، فذهب إلى طبيب، إلى عالم نفس، وتكلم معه عن الموضوع، وبدأ يناقش مع عالم نفس، ودفع له حتى مبلغ تقريبا $25 بس عشان شوف يغير نمط هالأمة هذه كلها. بس $25، لكن غيرها بشكل علمي، اللجوء إلى الأشخاص المختصين، مو اللجوء للناس اللي على البركة ماشيين، لا لا، روح لشخص مختص اللي يعطيك الخلطة السحرية، كيف تأكل الكتف وكيف تورد الإبل. فكان الموسم قريب من الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار يعني فكر هو برنيز مع هذا الدكتور في علم النفس، فكروا فقالوا مش على الحرية اللي هي ماسكتها مرأة في نيويورك يمثل أحد المعالم الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. ولا تمثيل لا شيء قوي في وجدان المواطن والمواطنة الأمريكية. فراح رتب مع مجموعة من النساء على أن يشربون السجائر، بعدين رتب مع شوية صحف عشان تتناول الخبر، وفعلا في الوقت المحدد بدأت الصحافة تتكلم عن أن مجموعة من النساء تمردن على سلطة المجتمع، وظهرن أثناء دورة الألعاب الأولمبية وهن يحملن مشاعل الحرية. صارت السيجارة هي مشعل من مشاعل الحرية. شوف الربط الفظيع. السيجارة مولعة والدخانة تطلع منها، هي مشعل من مشاعل الحرية. يا سلام. وبعدين يقول لك برنيز، يعني بعدين هو مرتب معي صحافة ثانية، الصحف صارت تتوالى، كل صحيفة تغطي مشهد لمرأة شخصية معروفة مشهورة، جمعيات حقوق المرأة، وهن يشربن السجائر، وتصوير. وبدأ حملة يعني غير مخططة بالمرة. كان التخطيط هي بس خلينا نقول هو قدح الشرارة في البداية برنيز، وبعدين مشت العجلة بالكامل، وأصبحت النساء مدخنات في الولايات المتحدة الأمريكية. وأدعو مرة أخرى إلى رؤية برنيز وهو يشرح بنفسه كيف سواها. شيء فظيع يا أخي، يعني يشرح لك هو كيف غير المجتمع ومحطوط على اليوتيوب. هذا المفروض تعامل بمعاملة سرية. أكثر من ذلك مدير الشركة جورج راح حق برنيز قال يا أخي، يعني علب السجائر كلها لونها أخضر، والنساء عندهم لون أخضر مو حلو، ما يعجبهم لون الأخضر. سوى
وقال له ما نقدر تكلفة يعني إن ننتج علب سجائر جديدة بألوان ثانية يا أخي تكلفة عالية يا برنيز، شوف لي حل الله يسلمك. اللي يقول له بس كذي يا جورج أبشر طال عمرك. الغير الغير تعرف إيش سوى؟ قال له العملية كلها ما تكلفك يا برن يا 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 جورج إلا 25,000 دولار. أغير لك الموضوع بالكامل. إيش سوى طال عمرك برنيز؟ يقول لك برنيج إيش سوى؟ سوى أقام حفلة للمجتمع، المجتمع الراقين باسم اللون الأخضر، وأقنع مجموعة من منتجين الحرير إن يصنعون حرير باللون الأخضر، وسوى مأدبة عشاء وخلى عليها أقبال صحافي صحفي كل الأكل الموجود كله لون أخضر، وتكلم أحد العلماء، استضاف أحد العلماء يتكلمون بإسهاب عن تأثير اللون الأخضر في نفسية المرأة ونفسية الرجل، وكيف اللون الأخضر يعطيك يا سلام يشعرك بالراحة النفسية، وهاتي تحليلات بجمال اللون الأخضر. جميل لا شك، يعني لا شك هتشوف أنت لما أتيك بالمختصين والناس يقول لك آه هذا الخبير، عقدة الخبير، ما دام خبير تكلم في الموضوع سمعا وطاعة على طول. أكثر من ذلك راح مع ورتب مع أحد رؤساء كلية الفنون ليتكلم عن اللون الأخضر في أعمال كبار الفنانين، ووجه مجموعة من العاملين في الموضة في مجال الموضة أن الأخضر هو سيد الألوان، وخلوا هالسنة هذه إنتاجاتكم كلها باللون الأخضر، وأرسل رسائل للمصممين مصممي الديكورات أن يركزون شوي على اللون الأخضر في الأثاث، وخلون اللون الأخضر لمدلولات جميلة جدا في الأثاث. شو اللي صار؟ نتج عن ذلك أن الكثير من الناس اللي ما كلمهم برنيز ولا لجأ لهم مع حركة المجتمع، شوف المجتمع تحرك باتجاه هو راح المجموعة من المحاور في الأثاث وفي الموضة، وشوية علماء يتكلمون فنانين وكلم، يعني صارت نوع من الحركة، نوع من خلق رأي عام مجتمعي باتجاه اللون الأخضر. شو اللي صار في المجتمع بعد شوي؟ المجتمع صار عندهم اللون الأخضر لون الموضة، فصارت المرأة ما عندها مشكلة أن تمسك علبة السجائر لونها أخضر. لا أصلا ليش عندها مشكلة؟ لا ما عندها مشكلة، مو بس ما عندها مشكلة، أكثر من ذلك صار حركة موضة علبة السجائر لون الأخضر. يا برنيز تعبان. قلب المجتمع، المجتمع الأمريكي بالكامل أول شيء غير نمط ثقافي بالكامل، نسق ثقافي تم تغييره بالكامل عند النساء الأمريكيات لشرب السجائر. وبعدين صارت عنده مشكلة علبة السجائر الخضراء، سوالة تحرك كبير جدا وخلق رأي عام في داخل المجتمع الأمريكي باتجاه تبني اللون الأخضر، وحل مشكلة جورج هيل مدير مؤسسة التبغ الأمريكية. هذا فن أستاذ صالح. طبعاً أقول لك استخدام العقل والعلم في صناعة، هذا ما صنع واقع جديد الآن، صنع واقع جديد. هذا أكبر مثال على كيفية تغيير الواقع وتزييف الواقع وصناعة واقع جديد مختلف تماماً من خلال الإعلانات التجارية، من خلال استخدام سيكولوجية الجماهير، من خلال فهم طريقة تفكير الإنسان، من خلال فهم العقل الجمعي كيف يتحرك، من خلال عمليات التكرار وعمليات التوكيد، ومن خلال التركيز الإعلامي على شيء معين وخلق رأي عام وتوجه اجتماعي ككل. كم خذت العملية؟ أسابيع؟ أسابيع بسيطة غيرت ثقافة، نبط نسق ثقافي مجتمعي بالكامل تغير، سنين طويلة في أسابيع بسيطة من خلال امتلاكك أو شيء امتلاكك المعرفة. صح استخدمها استخدام سلبي، لكن هذا الرجل امتلك المعرفة. شوف امتلك، أقول لك طيب سؤال، يعني أوغست كونت يقول أن المعرفة قوة، أنها تعني أن تعرف فتتنبأ فتستطيع، وهذا اللي سواه. أكثر من ذلك كان يستخدم الممثلين في تسويق السلع، يعني ربط السلع بالشخصية كرمز للشهرة والوسامة والأناقة. بمعنى آخر أن الناس تحب نجوم كرة القدم، تحب نجوم السينما، تحب نجوم
مجتمعيين، قد يكونوا رجال دين أو رجال سياسة أو غيره، لأنهم لهم إقبال وشعبية وكاريزما وحضور في المجتمع، استخدمهم أيضا لتسويق المنتجات. حبل عليك لاعب كرة قدم، أنت يا لاعب يا كرة القدم يعني تحافظ على صحتك ولياقتك الرياضية ومهتم، تطلع في دعاية وجبات سريعة يا أخي، شلون يعني؟ مو أي وجبة سريعة، شت تناقض يعني، شت تناقض. أو أنت لاعب كرة قدم مشهور ولك مكانتك، تطلع لي في دعاية مشروبات غازية اللي تؤدي لها مصايب سوداء وهشاشة عظام ومشاكل تغذية كثيرة جدا. ليش هذا؟ شوف قاعد الآن يخلق لك وعي جديد، صناعة وعي يصنع لك واقع مختلف تماما، تصبح عندك ربط بين الوجبة السريعة اللي فيها وجبة سريعة تناولها مرة في الأسبوع مرة في الشهر، يا أخي ما في مشكلة، ما حد قال لك حرام، احنا ما نتكلم حرام وحلال، نتكلم يعني كثرتها تؤدي إلى أمراض. احنا يعني يمكن ما نذكر حتى ماركاتي، يمكن إذا تذكر أسماء لاعبين يتبادر لذهن المستمع على طول، هم 13 واحد يعني نقصد هم مجموعة. يا أخي حتى شركة تليفونات مرة جابت لك مجموعة لاعبين، بعد مو واحد اثنين، مجموعة لاعبين كرة قدم لتسويق هاتف نقال، وتسوق ولا لا؟ تسوق وانتشر كانتشار النار في الهشيم. فن ولا مو فن؟ فن طبعا. فن استخدام للمعرفة ولا مو استخدام؟ استخدام. طيب في يعني حد الآن يناقش الموضوع؟ في مسألة بيرنس، مسألة اللون الأخضر، هل نستطيع أن نقول بأنه تغيير الواقع بالواقع، بمعنى أنه يعني شحذ همم يعني أصحاب الديكور وأيضا الطب وكذلك يعني المحللين النفسيين في تبيان اللون الأخضر وفوائده وكيف أنه يشرح الصدر؟ يعني الغاية لم تكن يوما مبررا في استخدام الوسيلة غير الأخلاقية. الوسيلة ما حد بيقول لك يعني صناعة أثاث لون أخضر في مشكلة، عيب، حرام، أبدا أبدا، هي المشكلة في الغاية. الغاية كيف تستخدم معادة الأهداف غير النبيلة، أو عفوا الغايات، عفوا الغايات غير النبيلة تستخدم لها أحيانا أهداف نبيلة. حاليا حتى تجار المخدرات تلاقي عندهم الكثير من الجمعيات والمنظمات الخيرية. طب هو العمل الخيري في مشكلة؟ أبدا. لكن لما يكون العمل الخيري واجهة للفساد مو مقبول، هذا العمل الخيري تسكر. في أحد يقول لك ليش سكرت يا أخي؟ شركات جمعيات ومنظمات خيرية تصرف على الناس، تصدق على الناس، تبني عمارات، تبني مستشفيات، هل مقبول واحد يجادلك الآن ليش سكرت أنت؟ مو هي كانت واجهة لعمل غير أخلاقي تماما. وعموما أيضا مرة أخرى، نحن لا نتكلم في الحلال والحرام، ولا أريد حتى أقول لك ما أتكلم في الصح والخطأ. الآن أعطي المستمع المعرفة، الحكم للمستمع، أنا ما أحكم، إحنا برنامجنا لا نحكم، لا نصدر أحكام، إحنا نعطي المستمع المجال لأن يحكم بنفسه. وأنا دائما أقول خذ ما تريد من الأفكار التي تطرح في حلقات البرنامج واترك ما تريد، لك الخيار. اعتبر نفسك داخل سوبر ماركت، تنتقي ما تريد وتترك ما لا تريد. على كل حال، المسألة الجوهرية، وهذه النقطة مهمة جدا في فهم كيف تداعب وكيف تعمل الإعلانات التجارية. الإعلانات التجارية كما أرادها بيرنيز وكما قصدها، هي لا تخاطب الحاجة فينا، هي تخاطب الرغبات وتداعب الرغبات الموجودة في دواخلنا. وعندما تداعب الرغبة فإن الرغبة لا تشبع، لا يمكن إشباع الرغبات. الحاجة ممكن أن تشبع؟ نعم، أنا حاجتي أن أرتدي، أن ألبس ملابس، لبست الملابس خلاص انتفت الحاجة، لا أنا محتاج ألبس، لبست أنا أورد خلاص، أكون جائع أكل أشبع، الحاجة انتهت؟ انتهت خلاص. لكن عندما تداعب الرغبات فإن الرغبات غير منتهية. لهذا يعني كيف يدفع، كيف إنسان يشتري اليوم هاتف نقال، اليوم بعد شهر نفس الشركة تطلع لك إصدار جديد، يترك الهاتف اللي عنده الآن ويحصل على الهاتف الجديد، مع أن الفروقات بينهم فروقات تافهة. يعني بالله عليك، إحنا اللي مو مختصين في مجال التقنيات والتكنولوجيا، لما تقول لي الكاميرا 15 بكسل ميجا بكسل ولا 12 ميجا بكسل، أيش عرفني يعني؟ ولا تقول لي أن الرام اللي يشتغل فيه ما نعرف شنو كم جيجا، ولا إيش فهمنا إحنا؟
أهم شيء عنده تليفون، في واتساب يا أخي، في فيسبوك يتصل التليفون، في مسج، خلاص التفاصيل باقي هاي تفاصيل ماشي. يقول لك لا الصورة بس. بعدين تجد إن إحنا عندنا عقدة التبرير، ها هذا خدناها في التحيزات المعرفية، لما نشتري أمور إحنا مو في حاجتها نجد إن عندنا نوع من التبرير، وتحاول تجد دوافع وأسباب وتبرر لنفسك. أشوف هذا الجهاز وكذا والكاميرا ويعني. أحد النساء الخليجيات تقول لي مرة، تقول لي يا أخي إذا الناس عندها مشكلة كانت، تقول إذا الناس يبدلون تليفونات أنا زوجي يبدل سيارات. توقعت يبدل سيارات. وتعرف إحنا شركات السيارات عندنا اليوم يعني تعطيك بديل استرجاع، تأخذ سيارة بسعر وتعطيك سيارة جديدة. فالمجال مفتوح، فاللي حاب يقدر ترى يمشي في هذا المجال. لكن هي المشكلة أين؟ المشكلة أنك تحاول أن تلبي طموح الرغبات، والرغبات هذه كثرة الرغبات أحيانا تحجب حتى الحاجات الرئيسية. أنا عجبتني خلاص ما بتكلم عن جهة، كنت في ورشة عمل كبيرة لإحدى المنظمات الرسمية الكبيرة في البحرين. فالمرة تقول إحنا عندنا المحاضرة، تقول عندنا مشكلة كبيرة جدا، الكثير من الناس اللي دخلوا في إشكاليات أسرية وفي حالات طلاق، ولما درسنا حالاتهم الأسرية وجدنا أنهم فعليا مو محتاجين، لكن مشكلتهم الكبيرة والفعلية أنهم يشترون ما لا يحتاجون، وأنهم مشوا في قطاع الاستهلاك وبدأوا يستهلكون استهلاك كبير جدا أثقل عليهم الميزانية. أثقلت الميزانية صارت تأثر على الضروريات اليومية الحياتية، صار عندهم مشاكل اقتصادية، وصلت المسألة إلى مشاكل اجتماعية، طلق، اندثرت الأسرة بالكامل، تم تدمير الأسرة بالكامل. ليش؟ لأن الرجل والمرأة الاثنين غير عقلانيين في اختياراتهم، وبدأوا يمشون حول الرغبات. المرأة تريد أن تشتري أحدث الملابس وأحدث الإكسسوارات، والرجل يريد أيضا أن يحصل على أحدث الهواتف النقالة، ويريد أن يشتري سيارة وما محتاج، بس خلاص هذه هي الرغبة موجودة. والإعلانات التجارية كما قلت تخاطب فينا الرغبة ولا تخاطب الحاجة، تخاطب فينا الغرائز ولا تخاطب فينا العقل، العاطفة وليس العقل. ليش؟ لأنها ترتبط بدراسات نفسية أقامها غوستاف لوبون، فرويد، وإدوارد برنيز فيما بعد. يقول برنيز، هذه المقولة أختم فيها هذا الحديث، علينا أن ننقل أمريكا من ثقافة الاحتياجات إلى ثقافة الرغبات، ويجب أن يعتاد الناس أن يشبعوا رغباتهم وأن يشتروا أشياء جديدة قبل أن يستهلكوا القديمة. يجب أن نشكل عقيدة جديدة في أمريكا، ورغبات الإنسان يجب أن تحجب احتياجاته الفعلية. كأنه يعني كأنه شيء. هذا ما يتكلم عن مجتمع أمريكي حبيبي، هذا يتكلم عن كل مجتمعاتنا اليوم. كل مجتمعاتنا اليوم تعاني من نفس الإشكالية، الرغبات أصبحت تحجب الاحتياجات الفعلية. النمط الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية هو نمط الحياة التي تحياه الدول الحالية. تكلمنا بالضبط عن هذا المسألة في كتاب القوى الناعمة، جوزيف ناي. نعم، تكلمنا عن القوى الناعمة الأمريكية ونمط الحياة الأمريكي وكيف تم انتشاره في مختلف مناطق ودول العالم. طيب، إدوارد برنز بهذه الأطروحات، أو يعني إذا صح أن أقول بهذه الوساوس، يعني فتح الباب على مصراعيه أستاذ فالح لكل عمليات التسويق الممكنة، شرعية كانت أو غير شرعية، أو يعني بدل مصطلح شرعية مشروعة. هل هذا ينطبق على أيضا التسويق السياسي؟ يعني هذا ينطبق على التسويق التجاري، كلنا نشاهد يعني لمدى 24 ساعة يعني القنوات لا تتوقف فيها يعني منتجات السلع، وكل دعاية وإعلان يعني ينافس الآخر. طيب التسويق السياسي كيف يتم، وهل هو ينطبق أيضا أو قابل لأن ينطبق من مقولة بيرنز أو برنز هذه؟ نعم، والكتاب يقودنا في الحقيقة بتراكب أفكار جميل. كتاب صناعة الواقع ينقلنا الآن من التسويق التجاري إلى التسويق السياسي، ويتحدث عن وولتر ليبمان، وهو أحد المفكرين في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة هذا الرجل ستجد كثير من الكتابات تتحدث عنه، حتى نعوم تشومسكي
له كتاب كامل يتحدث عن 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 فكر وولتر ليبمان وهو تصنيع الإجماع. نفس الاستخدامات اللي تم استخدامها على يد هتلر في تطويع الشعب الألماني وساعد في ذلك جوزيف غوبلز وزير الدعاية أو البروباغاندا النازي، ونفس الاستخدامات اللي استخدمها الآن إدوارد برنيز في مجال التجارة استخدمها ليبمان في مجال ما سماه تصنيع الإجماع، تصنيع الإجماع في داخل المجتمع، وهذا الآن ليس لغايات اقتصادية بل لغايات سياسية. فكان الهدف هو صناعة الجمهور الذي لا يعارض السلطة في كل الظروف، وهذا كان عن الولايات المتحدة الأمريكية. كان أكبر مثال هو عن الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الحرب العالمية. الشعب الأمريكي كان يعترض تماما على دخول الحرب العالمية الثانية. إيش سوى ليبمان؟ اللي سواه وولتر ليبمان أنه ساهم في وجود دعاية وتصنيع إجماع في داخل المجتمع الأمريكي وبيان للجرائم والإشكاليات اللي حصلت في أوروبا والجرائم اللي استخدمها النازيون، واستخدموا الإعلام والصحافة وتكلموا عن حجم المآسي الموجودة لإيجاد نوع من الإجماع في داخل المجتمع الأمريكي باتجاه تأييد الحرب ودخول والمشاركة في الحرب العالمية الثانية. حتى أفلام الكرتون يعني أستاذ فالح. نعم تم استخدام أفلام الكرتون. نعم اللي يشوف أفلام كرتون قديمة سيجد أن فيها نوع من حتى تشجيع الأطفال على مثل هذه الأمور. كذلك في فيتنام، بالمناسبة في فيتنام تم استخدام هذا الإجماع من أجل القضاء على الشيوعية، واستخدمت الشيوعية كوحش ومارد كبير جدا سيفترس الشعب الأمريكي، ولذلك أعطى الشعب الأمريكي الإشارة والضوء الأخضر والتفويض الكامل للولايات المتحدة الأمريكية في دخول حروب مختلفة ومنوعة باتجاه كان الهدف المعلن هو القضاء على الشيوعية. فوولتر ليبمان عفوا كان يرى أنه يجب تصنيع نتائج التصويت والانتخابات والتحكم بها وعدم تركها للميول التلقائية لدى الناس. لذلك يعني حتى يعني تشومسكي مثلا دائما يتكلم عن الديمقراطية، فيقول يعني يتكلم ينتقد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حتى في بريطانيا، يقول لك كيف ديمقراطية وما عندك إلا حزبين؟ عندك حزبين أنت، الديمقراطيون والجمهوريون، في عندك في بريطانيا العمال والمحافظون. ودائما وعادة على الأحزاب في بينها نعم في اختلافات هنا وهناك، لكن في السياسة العامة هي الدولة ماشية باتجاه سياسة محددة. فيقول لك يعني أنت في النهاية ستوجد نفس المؤسسة التي تقود. أين الحرية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية في داخل المجتمع؟ يقول يعني من المقولات الشهيرة لوولتر ليبمان أن الأفراد عادة لا يفرقون بين العالم كما هو وبين رؤيتهم للعالم كما يرونه. وهذه ذكرني بمقولة أحد الفلاسفة، نحن لا نرى العالم كما هو، نراه كما نحن. فإذا استطاع الإعلام أن يتحكم في نحن، فنحن سنرى العالم كما يريد هذا الإعلام، وبهذه الطريقة يمكن صناعة الإجماع من خلال التحكم في الآلة الإعلامية، في الصحافة، في الأخبار، في القنوات الفضائية. العملية طبعا اليوم بالمناسبة ليست، يعني خلنا نشيل هذه النقطة، العملية ليست بالسهولة اللي كانت موجودة في القرن العشرين. احنا في القرن الواحد والعشرين اليوم في لدينا الكثير من القنوات الفضائية، وكل قناة فضائية لها أيديولوجيا مختلفة عن الأخرى. اليوم لدينا مواقع التواصل الاجتماعي أيضا هي توجد نوع من التفاعل الشخصي. العملية لم تعد سهلة كما كانت أيام هتلر على سبيل المثال، وليست سهلة كذلك كما أيام الحرب الفيتنام، وليست بهذه السهولة. هل ممكن؟ نعم هي ممكنة، ولكن لم تعد بتلك السهولة والبساطة في الفترة الماضية. العملية الآن أصبحت فيها صعوبة أكبر. عندك قنوات إعلامية أكثر، عندك مواقع تواصل اجتماعي أكثر، يمكن الإنسان أن يعبر عن نفسه وعن ذاته، ولكن هذا لا يعني أن التحكم أو صناعة الإجماع أصبح عملية
مستحيلة هي ممكنة. يعني ليبما لما تكلم عن أن الأفراد لا يفرقون بين العالم كما هو وبين رؤيتهم للعالم كما يرونه، يقول بالتالي تستطيع أن تقول أن الواقع قد بدأ ينهار بالفعل، وذلك لأن أفراد المجتمع في الحقيقة أصبحوا يبنون تصوراتهم من خلال ما يقرأ ويسمع ويرى في وسائل الإعلام، والنتيجة أن الحد الفاصل بين الكذب والصدق والواقع والخيالي والحقيقي والزائف والإلهي والشيطاني أصبح هلاميا. الإعلام ساهم بنوع من التداخل بين الكثير من الثنائيات والمصطلحات. يعني أنت تعذر اليوم اللي يعيش في العالم الغربي لما يكون عنده الإسلام يساوي إرهاب. لا أعذر، لا أقول أن الكلام صحيح أبدا، لكن أنت متصور معاي هو عايش في بيئة ما في عنده إعلام يوضح له أن مو كل الإسلام هو إرهاب، وأن ما يحدث هي عمليات وحالات واجتهادات فردية خاطئة، لا ينقل له الصورة الواضحة، لا ينقل هذه الصورة، فيصبح عنده إسلام يعني إرهاب. ويساعد على ذلك ما يقوم به فعلا المتطرفون من تشويه سمعة وتشويه صورة للإسلام بأفعالهم اللي ما لها علاقة، كثيرا ما يكون ليس لها علاقة أصلا بالإسلام لا من بعيد ولا من قريب، ومع ذلك يساهمون في تشويه صورة الإسلام. لهذا أنت مسؤوليتك اليوم أنت تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في تصحيح النظرة الخاصة. لهذا إن قنواتنا هذه مسؤولية العمل الإعلام اليوم أن توضح الصورة للعالم من هو المسلم وما هي أخلاق المسلم الحقيقية. ولذلك بالمناسبة المنظمات المجتمع المدني في أوروبا تقوم بعمل كبير جدا في محاولة تصحيح الصورة النمطية الموجودة. هذا فيما يتعلق بليبمان وصناعة الإجماع أو طيب. تصنيع الإجماع. الحديث عن الجمهوريون والديمقراطيون، لعلك أستاذ فالح تتابع بأننا الآن يعني مقبلون على الانتخابات الأمريكية القادمة، وهناك بعض الأسماء التي رشحت نفسها لكي تتبوأ الساحة الآن، بدليل أن الإعلام أو الإعلان يؤثر تأثير مباشر. انتقدت ربما المرشحة هيلاري كلينتون على شعار الحملة بأنه لا يتناسب ربما مع سهولة الأفكار المطروحة، ليس كشعار الحملة التي كانت للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ربما هذا يترتب عليه بعض الأمور السلبية. لكن يعني من جانب آخر، هل يعني أن الآليات الديمقراطية وهذه الشعارات البراقة التي يعني نسمعها من حين إلى آخر ونقرأ عنها كمقارنة بين شعوب في دولة فلانية وشعوب في دولة أخرى، هل يمكن لهذه الآليات أن تشوبها بعض الخلل ويعني التأثيرات السلبية على الناخبين؟ يعني بمعنى أن السياسيين يمكنهم أن يتلاعبوا بعقول الناس. يعني دخلتنا في حقل الغام ليش؟ يعني الشيء بالشيء يذكر. طيب بداية، أي مجهود إنساني هو مجهود يحتاج إلى نوع من التراكب والتراكم المعرفي، والعملية الديمقراطية كذلك تحتاج إلى، هي لا شك أن الديمقراطية اليوم هي أمر جيد لكن يحتاج إلى تحسينات، ولن ما في إنسان يقول لك إحنا وصلنا إلى آخر شيء في العمل الديمقراطي أو في التبادل أو التداول السلمي للسلطة. فهي المسألة تحتاج إلى نوع من زيارة المعرفة وزيارة الخبرة حتى يكون الصالح العام لكل البشر تحديدا. أنا عجبني تشومسكي له حديث مطول جدا في الديمقراطية بشكلها الحديث اليوم، ولديه انتقادات محددة. هذه الانتقادات مذكورة يعني في كتاب صناعة الواقع. فيقول تشومسكي أن وظائف الديمقراطية هي ثلاث وظائف. الديمقراطية لها ثلاث وظائف رئيسية. أول شيء، الوظيفة الأولى متعلقة بالطبقة، ما سماها الطبقة المتخصصة، وهم الرجال المسؤولون الذين يقومون بالتفكير والتخطيط للمصالح العامة. إيش اللي حركه؟ هو يقول تشومسكي، يقول ما يحرك المجتمع هي المصالح العامة. أي دولة، أي حكومة في العالم تخاطب الشعب من خلال المصلحة العامة. نحن نريد أن نحافظ على المصلحة العامة، فهذه هي الطريقة التي
يصنع فيها الإجماع من خلال المصالح العامة، كل شيء من أجل الصالح العام، كل شيء يحدث من أجل الصالح العام. فيقول تشومسكي، يقول هناك ثلاث وظائف في المجتمع، أو خلينا نقول ثلاث وظائف للديمقراطية الليبرالية في العالم الغربي. الوظيفة الأولى هي وظيفة الطبقة المتخصصة، هذه الطبقة هي المسؤولة عن التفكير والتخطيط للمصالح العامة، هي اللي تحط لك شنو المصلحة العامة وأين تتجه المصلحة العامة. هل ممكن هي فعلا مصلحة؟ ممكن. هل ممكن أن تكون ليست مصلحة؟ نعم ممكن، لكن في النهاية من يحكم؟ هي هذه الطبقة. الوظيفة الأخرى هي كما يسميها تشومسكي وظيفة القطيع الضال، الذي يشاهد ولا يشارك بالتفكير في العملية الديمقراطية، هو يروح يصوت في النهاية، لكن العملية الديمقراطية لأين تؤدي؟ هو في النهاية جمهوريون ديمقراطيون، يعني في النهاية السياسات الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات كما يقال، لأن يأتي شخص يغير سياسة الدولة ككل. الوظيفة الثالثة كما يراها تشومسكي، يقول هي الوظيفة الثالثة هي تمكين القطيع من وقت لآخر بتأييد أحد أفراد الطبقة المتخصصة الأولى في المجتمع، اللي هم خلينا نقول الرؤوس الرموز السياسية، ونتكلم عن الديمقراطية الغربية، حتى يقولون لهذا الشخص نريد قائد لنا. هو في النهاية يعني هو ما عنده خيارات، هو عنده ألف وباء. طب من حط ألف وباء؟ هل كان من عن طريق اختيار شعبي؟ هم اللي اختاروا نكون في ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو بغض النظر عن الأسماء؟ لا، هي العملية الديمقراطية في النهاية بتصب لك ألف وباء، بعدين يقول لك أنت اختار بين ألف وباء. لا تسأل من اللي حط ألف وباء يعني، إيه، لكن لا تسأل كيف وصل ألف وكيف وصل باء، هي في لها آليات معينة، لكن في النهاية أنت كمواطن لا تستطيع أن تدخل في قلب هذه الآليات لتوجد شخص ثالث مثلا، لأنه يحدده النخبة. نعم، بس هي العملية بهالشكل. فإذن كيف يشارك الآن الشعب في الحكم؟ هذه إحدى الإشكاليات اللي يطرحها تشومسكي في الكثير من كتاباته، كثير من كتابات تصب في هذه، في قلب هذه الفكرة. هل لها إجابة؟ طبعا ليس لها إجابة، كلامه صحيح الرجل. أنت في النهاية يعني لاحظ من أول ما وعيت على الدنيا وأنت تجد أن عندك حزبين رئيسيين، هذا الحزبين ألف وباء، أنت في النهاية مخير أن تختار يا ألف يا باء، وتجد أحيانا بشكل غريب يعني سنة ألف، أو خلينا نقول دورة ألف ودورة ثانية باء، بعدين ترجع ألف بعدين ترجع باء، يعني ماشي بهالطريقة تقريبا يعني. يعني إذا زعلوا على الديمقراطيين خذوا الجمهوريين، طيب زعلوا على الجمهوريين من راحوا للديمقراطيين مرة ثانية، هاي في الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. تذكرني يعني بين الزمالك والأهلي وبين الأهلي والزمالك ريال مدريد. أيوة. طيب ننتقل إلى فاصل، وبعد هذا الفاصل نواصل حديثنا عن صناعة الواقع. أهلا بكم مستمعينا الكرام في الكتاب فكرة مرة أخرى. أستاذ فالح، في حال أن المجتمع يمكن أن يتحكم به من خلال صناعة واقع عبر الدعايات، الإعلانات التجارية، التسويق بأنواعه تجاريا كان أو سياسيا كما استعرضناه قبل الفاصل، وكذلك أيضا من خلال حملات الرأي العام يعني أيضا التي نشاهدها بين فينة وأخرى، كيف يعني نقيم دعوات التكيف مع المجتمع التي تطلق دائما، ومن أبرز من تكلم فيها يعني في هذا الموضوع؟ نعم، إذا كنت راح أتكلم عن ملخص للنقاط اللي تكلمت فيها قبل شوي اللي هو برنيز مثلا، نصل إلى القاعدة التالية، أن الاستهلاك هو وسيلة قيادة الجماهير باستغلال الرغبات. هذه فكرة برنيز. طيب، يمكن قيادة الجماهير من خلال نمط الاستهلاك، وهذا اللي تسوي الدعايات التجارية، تتلاعب على الرغبات وليس احتياجات الناس. مرة أخرى، الاستهلاك وسيلة قيادة الجماهير باستغلال الرغبات. الآن لما تكلمنا عن النقطة الثانية اللي قبل ما أطلع فيها الفاصل، ليبمان، فنجد الآن أن الدعاية ذات الطابع السياسي، والتي تشارك فيها الصحف، واللي خلينا نقول حملات تصنيع الإجماع في داخل المجتمع، هي تعتبر كما قال تشومسكي هي أداة القمع في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. هذه الفكرتين الرئيسيتين. الآن نجد أن المجتمع صار فيه فعلياً، المجتمع أصبح هناك واقع جديد تفرضه الآلة الإعلانية، آلة الدعاية والإعلان،
هذه الآلة هي تصنع سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي الاستهلاكي. فإذا عندك مشكلة صار في داخل المجتمع. الآن اللي كمل المشهد الثالث، إذا تكلمنا عن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، الآن باقي عندنا المجتمع. يذكر كتاب صناعة الواقع الآن عن آنا فرويد وعبادة المجتمع، عنده فصل كامل يتكلم عن آنا فرويد ابنة فرويد وصناعة وعبادة المجتمع. فآنا فرويد شو تقول؟ تقول أن الإنسان عليه أن يتعلم أن يكبح غرائزه ودوافعه الخفية ليضع نفسه في صورة مقبولة اجتماعيا. طبعا الكلام في البداية أنا أول ما قرأت قلت طيب حلو جميل، الإنسان عليه أن يتعلم كبح غرائزه ودوافع الخفية ليضع نفسه في صورة مقبولة اجتماعية. لحظة شوي، في صورة مقبولة اجتماعيا يمكن أفصل فيها بعد شوي، لكن صورة، لما تقول أنت صورة مقبولة اجتماعيا فيها مشكلة. ليش؟ من وعلها؟ مارتن لوثر كينغ. مارتن لوثر كينغ، وإحنا الآن أحداث الولايات المتحدة الأمريكية نشهد أحداث قريبة لأحداث الستينيات. حتى مجلة التايمز كانت حاطة عن تاريخ 1951 وشاطبتها حطة 2015، وصورة شهيرة وحصلت على إقبال كبير جدا، صورة على الوضع الآن وعلى كانت إشكاليات لإذا الطابع عنصري وشرطي قتل أحد كما هو الآن الأمريكان من أصول أفريقية. نعم، أتكلم هذا اللي صار حاليا، وصار عندهم يعني مظاهرات واحتجاجات شعبية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال، مارتن لوثر كينغ شي يقول؟ يقول هناك علم النفس بدأ يتداول مصطلح غير متكيف، فيقول أنا أرفض مصطلح غير متكيف، فأنا لن أستطيع أن أتكيف مع الفصل العنصري، ولن أستطيع التكيف مع التعصب، ولن أستطيع التكيف مع مثل هذه المفاهيم الخاطئة الموجودة في داخل المجتمع. فنعم أنا غير متكيف. ما الذي فعله مارتن لوثر كينغ؟ انتبه لأصل المشكلة، أن تطلب من الإنسان أن يتكيف مع الأمور أو القيم المقبولة في داخل المجتمع، هذه مشكلة في حد ذاتها. كيف مشكلة في حد ذاتها؟ مشكلة أن الضبط هنا لا يقوم على اعتبار أخلاقي. الضبط في داخل المجتمع ليس على اعتبارات أخلاقية وإنما لاعتبارات اجتماعية. المجتمع هو الذي يحدد المقبول وهو الذي يحدد غير المقبول، هو الذي يشرع العنصرية ويعني التمييز العنصري كان مقبول في الولايات المتحدة الأمريكية في البداية، ولولا حركات الاحتجاج الشعبية التي قام بها مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس لبقيت الأوضاع لما هي عليه، فكان لهم تأثير كبير جدا وتغيير. حتى رأينا رئيس أمريكي من أصول أفريقية اللي هو أوباما، باراك أوباما. هذه التغييرات كلها نتيجة حراك اجتماعي في داخل مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لو قبل السود الأوضاع الاجتماعية الموجودة في ذلك الوقت، هل كان تغير شيء؟ أبدا لم يكن ليتغير أي شيء. أكثر من ذلك، في كتاب تاريخ الجنسانية لميشيل فوكو اللي خدناه في حلقتين، ذكرنا أن الواقع الاجتماعي في العالم الغربي في القارة الأوروبية في ما يسمى بعصر التحريمات الكبرى كما وصفه ميشيل فوكو في القرن 17، 18، 19 إلى بداية القرن 20، كان عندهم مو مقبول العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، وكانت الحشمة جزء أساسي في ثقافتهم وفي القيم الاجتماعية، وكان الحديث حديث المعلم في داخل الصف مع الطلاب عن موضوعات ذات طابع جنسي كفيلة بإدخال السجن. كان هذا واقع الاجتماعي. طيب انت الان تقول لي عليك ان تكون مقبول اجتماعيا. طيب يا انا فرويد، لو كانت المسألة مقبول اجتماعيا هذا معناته احنا المفروض ما خرجنا على ما كان مقبول اجتماعيا في ذلك الوقت. على كل حال، لان احنا نقول ان حركة المجتمع ادت الى ان يصبح الاباحية والعلاقات الجنسية اصبحت مقبولة اجتماعيا، فهل هذا يعني ان الانسان عليه ان يتكيف ويقبل التغيرات اللي حصلت في مجتمعه؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. فمسألة الاعتبارات الاجتماعية هي أمر نسبي ومتغيرة بحسب تغير الإنسان وتبدل مزاجه. هذه أمور نسبية، إذن يجب عليك، مو المجتمع قائم على الإنسان، وحدات الوحدة الأساسية في المجتمع هو الإنسان. فإذا كل إذا كنا سنتكلم عن القبول اجتماعيا ما يحدد الإنسان أو حراء أو تفاعلات داخل المجتمع، هي مشكلة.
إذا ما بيكون عندنا شيء مطلق بتكون أمور نسبية. نسبية إذن الأخلاق ستخرج، لأن الأخلاق وجودها العام هو أمر مطلق بالمناسبة. يعني صحيح أنا أحيانا أقول في أكثر من حلقة أن العدل قيمة مطلقة وباقي الأخلاق لا فيها مسألة. شوف عشان أوضح مسألة أكثر، الأخلاق هي مطلقة، يجب أن يكون هناك أخلاق في تعاملنا. والأخلاق ليش مطلقة؟ أنها هي مرتبطة بمطلق. من يحدد لنا الأخلاق؟ الله سبحانه وتعالى. إحنا لدينا القرآن الكريم حدد لنا طابع الأخلاق اللي علينا أن نتبعها. ولذلك قيل عن سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. مسألة الآن مطلقة، القرآن أتى يعزز مجموعة من الأخلاق. أكثر من ذلك، حتى المجتمع الجاهلي كان فيه مجموعة من الأخلاق. لذلك رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن في أمور مطلقة سواء كانت في عصر جاهلي أو عصر إسلام قبل بها الإسلام، لأن هي مسألة مطلقة، ما جاء وغير كل ما في داخل المجتمع. ولهذا عندما نتكلم عن المطلق والنسبي نجد أن الحضارة الغربية تقوم أصلا بالأساس على النسبي. ولهذا لما تنادي آنا فرويد بأن يكون أن يكبح الإنسان غرائزه ودوافعه الخفية ليصبح في صورة مقبولة اجتماعيا، المقبولة اجتماعيا هذه من يحددها؟ يحددها الحراك داخل المجتمع. لا، هذه المسألة غير مقبولة. وبالمناسبة أنا فرويد طبقت النظرية على طفلين، ربط طفلين وكبرتهم حتى يتزوجون مع بعضهم البعض. الشاب أصبح مدمن للكحول ومات من إدمانه، والفتاة انتحرت في زيارتها لآنا لما ذهبت تزورها في إنجلترا. المشكلة أنه بالرغم من فشل تجربة أنا فرويد، لكن طرحت أفكارها وأثمرت في قولبة الإنسان داخل المجتمع وجعلته متكيفا لواقعه في داخل المجتمعات الغربية. لهذا الآن المجتمع الغربي مجتمع إباحي، مطلوب منك أن تتأقلم مع واقع هذا المجتمع الإباحي. فلاحظ معي الآن المسألة حسب ما تقول أنا فرويد. نعم، حسب ما تقول أنا فرويد المسألة أصبح فيها نوع من التداخل. إذن كيف يصنع الواقع؟ يصنع الواقع من خلال الآلة الإعلامية والإعلانات التجارية اللي تركز على نمط الاستهلاك، ومن خلال الدعاية السياسية أيضا. هذه كلها تصنع واقع جديد في داخل أي مجتمع إنساني. شكرا لك أستاذ فالح، وشكرا لمستمعينا الكرام. نلقاكم في الحلقات الأخرى ونواصل حديثنا عن سلسلة صناعة الواقع. إلى اللقاء.